ليس يدري بكنه ذاتك ما هو، ليس يدري بكنه ذاتك ما هو يا ابن عم النبي إلا الله، ممكن واجب قديم حديث، عنك تنفى الأنداد والأشباه، لك معنى أجلى من الشمس، لك معنى أجلى من الشمس، لكن خبط العارفون فيه وتاهوا. قلت للقائلين في أنك الله أفيق، فالله قد سواه. هو مشكاة نوره والتجلي، سر قدس جهلتم معناه. أظهر الله دينه بعلي، أين لا أين دينه لولاه. أحاول أن أجيب على أكبر قدر من الأسئلة التي هي بين يدي، وأبدأ من هذا السؤال. ذكرتم في أحد ندواتكم من ضمن الأمور التي يعرف فيها الإمام، وقطعا الحديث هنا عن إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، ذكرتم في أحد ندواتكم من ضمن الأمور التي يعرف فيها الإمام هو سؤاله عن العظائم، فهو الوحيد الذي يجيب عنها. فما هي هذه العظائم؟ لا توجد عناوين معينة للعظائم، وإنما الأمر يختلف باختلاف الأزمنة وباختلاف الأمكنة وباختلاف الأشخاص. المراد من العظائم هي الأمور التي يعتقد الإنسان من أن الآخرين من غير الإمام المعصوم لا يستطيعون أن يجيبوا عليها، وهذا الأمر يتشخص من خلال الثقافة العامة في المجتمع ومن خلال المستوى العقلي الذي عليه الناس ومن خلال مستوى الإدراك عند الشخص السائل، وإلا لا توجد هناك عناوين معينة 1، 2، 3 مذكورة في النصوص يقال عنها العظائم. نعم، لربما وردت بعض الأمثلة في كلمات أهل بيت العصمة عن العظائم، مثلا الرجعة
عدت الرجعة من العظائم، كون الرجعة من العظائم لا يعني أن هناك لستة معينة ذكرت فيها العظائم التي أشير إليها، وإنما المراد من جملة الوسائل أو الأساليب التي يستطيع الإنسان من خلالها أن يشخص إمام زمانه حين ظهوره إذا كان شاكاً، لم تكن الأمور واضحة لديه، هو سلوك السبيل العلمي، السؤال عن مطالب وعن موضوعات وعن مسائل الإنسان لا يتوقع ولا يعتقد أن غير الإمام المعصوم يكون قادراً على الإجابة عليها. وقطعاً هذه الأمور بشكل عام يمكن أن أقول هي التي تقع في جانب الغيب، الحقائق الغيبية، المعلومات التي تقع تحت عنوان الغيب، هي هذه التي في الغالب الناس تعجز عن الإجابة عليها. ولكنني كما قلت في أول الكلام من أن تشخيص العظائم يعود إلى الزمان، إلى المكان، إلى الثقافة العامة، إلى المدارك العقلية التي عليها الناس، إلى المستوى الذي عليه ذلك السائل. من خلال كل هذا تتشكل العناوين التي يمكن أن نطلق عليها العظائم، وإلا فلا يوجد ولا توجد عناوين معينة تسمى بالعظائم. هذا الأمر متروك تشخيصه لنفس السائل، نفس الشخص الذي يبحث عن الحقيقة.